رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات، ولسه مكافحة ومناهضة الختان مستمر. مؤتمرات وندوات علمية وحملات ومقترحات وقوانين جديدة بتطالب بزيادة تشديد العقوبة على أي حد هيكون سبب في ختان بنته. يمكن بعد ما تم تعديل قانون تجريم الختان في 2016 بدأنا نحس بأمل في أن الدولة مهتمة بمكافحة ومواجهة الظاهرة دي بكل أشكالها. هل بقى في تراجع لنسب ختان الإناث بعد كل الإجراءات والقوانين الرادعة دي؟ إزاي هنقدر نغير طيب الثقافة المجتمعية اللي موجودة جوه كل بيت بسيط في القرى والأرياف والمناطق النائية؟ هل الأب مدرك أو فاهم المخاطر النفسية اللي هتعيشها البنت بعد اختتانها؟ خلونا نجاوب على كل الأسئلة دي بشكل مفصل مع ضيفتي دكتور راندا فخر الدين، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للحد من الممارسات الضارة. أهلا بيك يا دكتور معانا النهاردة، نورتينا. سهلا بحضرتك. ممكن بس تعرفينا أكتر أو تدينا تفاصيل أكتر عن الاتحاد ده؟ هو الاتحاد ابتدى في 2009 بائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث. كان الهدف منه توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع لمناهضة هذه الممارسة أو هذه الجريمة. ابتدينا كنا بتسع جمعيات، وصلنا 120 جمعية أهلية. لما لقينا أن العدد الحمد لله في تزايد، وأن العدد بيشمل عدد كبير من المحافظات الجمعيات، فقلنا ننشئ اتحاد بيشتغل على الممارسات الضارة عموما، سواء بقى التحرش، التسرب من التعليم، اي ممارسة ضارة بتتعرض لها المرأة او الاطفال فاحنا هنشتغل عليها. وانشأنا الاتحاد في 2013 باسم الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة. والله دي حاجة عظيمة جدا، وقدرتوا فعليا يعني تقضوا على بعض من النسب اللي كنا بنشوفها، سواء كانت اللي بتضر في الاطفال مش بس في ختان الإناث ولكن عموما. اكيد طبعا. طيب الحمد لله، يعني احنا مش قضينا طبعا، احنا لا اكيد يعني ما فيش قضاء، يعني قضاء 100% ده يعني دي حاجه صعبه، بس لحد من الظاهره نفسها ده شيء يعني يسمى مسمى النجاح في حد ذاته. يعني خليني اروح معاكي بقى للقانون اللي تم تطبيقه في 2016، واللي المفروض ان هو كان رادع او بيردع يعني كل من كان متسبب في ختان بنته او ختان الاناث. هل انت شايفه انه فعلا القانون ده اردع الناس بشكل أو بآخر؟ للأسف لا، وده إحنا كنا متوقعينه كمجتمع مدني. يمكن قبل ما القانون يصدر أساسا كان في مجموعة من المجتمع المدني، من العاملين في المجتمع المدني، عملوا زي مذكرة اتقدمت للعاملين على تقديم القانون في الفترة ديت، وقلنا لهم إن القانون لو تشكل بالشكل ده أو لو أصيغ بهذا الشكل مش هيعود بالنفع، بالعكس هيجي بالسلب. نعم. لأن إحنا أنا بغلظ عقوبة على الجانبين اللي بينفذوا الجريمة. نعم. على الأهل وعلى الطبيب أو الممارس للجريمة. الممارس. فبالتالي هيتشاركوا الاثنين في العقوبة فهيحموا بعض. بالزبط. فكان الهدف لما تكلمنا قلنا لهم يعني ياريت في حالة الإبلاغ من الأهل أو اللي خد البنت ووداها لعمل الجريمة ديت عفيه لو هو اللي تبلغ، لو هو اللي قدم البلاغ. طب ما هو القرار بيبقى نابع اصلا من الاسره، يعني منين هيبقى في اعفاء؟ لان الاسره مش هيتبلغ. ما هو مش هيتبلغ لانه هيتعاقب، لكن نفرض ان البنت تعرضت للاذيه، جالها نزيف، توفت، حصل اي حاجه، فبالتالي الاهل هنا مش هيقدموا بلاغ لان هم هيتعاقبوا. لكن لو انا قلت له لو انت بلغت هتعفى من العقوبة المسؤولية، أو هتعفى من المسؤولية، أو هتبقى شاهد ملك، يبقى أنا كده بشجع على الإبلاغ. دي أول حاجة. الحاجة الثانية كانت مهمة جدا لازم تضاف في القانون، هي العقوبة اللي على المنشأة اللي بتمارس فيها الجريمة. تمام، سواء كانت مستشفى أو مصحة أي أو حتى كانت مركز، يعني ده مش موجود في القانون خالص. اللي أخطر بقى واللي ديت كان يعني راجينا إن هو يتم إزالتها خالص من صياغة القانون، هي المادة 61 اللي بيعود بيها كل المحامين اللي بيدافعوا على الطبيب أو عن اللي عمل الممارسة اللي بيتقبض عليه وبيخليه يخرج من الجريمة تماما، هي المادة 61 اللي في حالة الضرورة. واحنا قلنا أكتر من مرة إن ما فيش، إحنا كأطباء، يعني أنا استشاري نساء ولادة أساسا، إحنا كأطباء أو كأي جهة اشتغلت على هذه الممارسة أو هذه الجريمة قلنا أكتر من مرة إن ما فيش ضرورة لهذا، وحتى العقوبة المالية يعني ضعيفة جدا بالنسبة للفعل نفسه. أنا مش عايزين عقوبة، أنا مش عايز عقوبة مالية، لا أنا عايز عقوبة فعلية.
عايزين نعاقب حقيقي، بس عاقب صح، عاقب العقوبة اللي ترضى عن ممارسة الجريمة. يعني دايما حتى ناس كتير قوي هم بيتكلموا يقولوا عملية، انا نفسي كلمه عمليه حتى دي مش عمليه، دي جريمة. احنا خلاص بتصنف دلوقتي جريمه بالزبط. بما انه احنا بنتكلم على ان هي مش عمليه وليست انقاذ للمستقبل البنت، مفيش ضروره، بل هي جريمه. خليني اخد التليفون ده من الاستاذ المحامي وليد عبد المقصود، هو محامي بالنقد. اهلا بيك يا استاذ وليد. اهلا بحضرتك. انا عارفه انه حضرتك قدمت مشروع من تحويل من تحويل الجريمه دي من جنحه الى جنايه. طبعا يا فندم. كلمني أكتر. عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام في نقاط عاجلة، نمرة واحد، إن مبدأ ختان الإناث بس عشان الناس اللي بتحاول تستند عليه هو غير شرعي، وثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته. دي واحدة. اثنين، الإمام الأكبر العالم الجليل الإمام الشيخ محمود شلتوت في سنة 1953 عمل بحث على الختان وقال إن هو زي موجود بالسنة وليس فرضا. وثم اتكلمنا على مبدأ إن ختان الإناث، وأنا عندي قضايا كتير على فكرة بتؤكد الكلام دوت، إن ختان الإناث هو بيحدث الأنثى عاهة مستديمة لا تبرأ منها ولا تشفى منها. العاهة ديت بتؤثر على حياتها بالسلب. أنا عندي قضايا كتير حصل الطلاق بسبب ان الختان اثر على الانثى او المراه واصبحت لا تستجيب او لا تشعر بزوجها في العلاقه الزوجيه. وبناء عليه وان جريمه العاهه المستديمه هي الاصل فيها ان احداث الخلل او الضرر بالعضو، سواء جزء منه العضو اللي هو في جسم الانسان مهما ان كان عين او اذن او كذا او كذا، اذا حصل فيه نوع من انواع الضرر اللي بناء عليه هذا العضو لم يقم بما خلقه الله له، هنا تصبح جريمة العاهة المستديمة. ولذلك احنا طالبنا التحويل الجريمة ديت لجناية، ثم لا تقع فقط على مجريها بل والمساهم والمشارك فيها. المساهمة طيب، ولا الطلب ده قوبل بايه ولا لسه الرد ما جاش؟ والله هو كان في التوقيت دوت احنا تواصلنا مع مكتب معالي المستشار وزير العدل الاسبق المستشار احمد بيه زين، ولكن طبعا هو بعد كده يعني ما بقاش موجود. تمام. يعني ما تمام. انا بشكرك جدا يا استاذ وليد، وحاجه محترمه حضرتك بتقدمها، ويا ريت ترجع لنا مره تانية لما يتم الرد على حضرتك، لانه هي فعلا لازم تتم من تحويلها من جنحه الى جنايه، لان هي حاليا جناية. تم تحويلها فعلا في القانون الجديد. خلاص تم تحويلها، هي تم تحويلها يعني الماده الجديده اللي هي في القانون ايه بقى، قانون 2016 2016 هي تحولت لجنايه فعلا. بس هي المشكله في طب ما هي موجوده في القانون كجنايه، لكن هي فعليا فعلت؟ لا، هي المشكله ان ما فيش بلاغات. لان بلاغات ولا بلاغ يا دكتور رنا، من ساعه 2016 البلاغات توقفت تماما، وده اللي احنا كنا متوقعين. يعني قبل كده كان بيبقى فيه بلاغات؟ كان بيبقى فيه بلاغات من الاهل، واخر بلاغ كان البلاغ بتاع سهير الباتع، وبعديه كان ميار، واللي بعديها صدر قانون 2016. بعد القانون لم يتم الابلاغ عن حاله واحده من ختان الاناث خالص، لانه القانون صيغ بطريقه تخلي اي حد يحجم عن الابلاغ. طب خلينا دلوقتي بقى بعيدا عن القانون، طالما يعني انه بعد ما تم يعني وضع قانون رادع الناس ما بقتش بتبلغ، طيب خلينا نتكلم عن طريق الحملات والمبادرات، او ان احنا نقعد مع الاسر البسيطه دي ونقدر نفهمها. بتعملوها ازاي؟ يعني بتقعدوا مع الاسر البسيطه دي في الاماكن الشعبيه تتكلموا معاهم ازاي؟ هو احنا التوجه بتاعنا عموما مش بنتكلم خالص عن المضاعفات، لان احنا المشكله بتاعتنا لما حصلت في مصر في بعد 94، بعد مؤتمر 94 مؤتمر السكان، ابتدى الكل يتكلم عن المضاعفات الخاصه بهذه الممارسه. أيوة. او هذه الجريمه. فابتدى الناس ياخدوا اولادهم يروحوا للاطباء. تمام. وتحولنا للتطبيب ختان الاناث في مصر. بس المفروض انه في جريمه بتقع على الطبيب لما ما كانش في قانون ساعتها لسه. فاحنا دلوقتي مشكلتنا اصبحت ازاي انا اقنع الاهل ان هذه ليست ممارسه طبيه، وانها ممارسه ضد حقوق الانسان وضد حقوق الطفل، وانها انا باجني على بنتي مستقبلا. فبيبقى الخطاب الموجه للاسره في هذه الحاله ان انت بتتكلم عن بني ادمه، عن انسانه بتجني عليها طول حياتها بقطع جزء من جسمها بحجه تربيتها. نعم. احنا بندخل من الرساله دي
من رساله حقوق الانسان حقها في الحفاظ على جسدها السليم. يعني الردود اللي هي الطبيعيه في الحاجه اللي زي دي، انا بحمي بنتي من بالزبط. الاخرين، من الشارع، من المستقبل والحاجات دي كلها. بنبتدي نتناقش في الحته ديت بقى. طيب هو حضرتك لما بتحب تحمي ابنك او بنتك، احنا بنتكلم على الاثنين هنا بقى دلوقتي، من ان هو ما يكذبش، بتقطع له لسانه عشان ما يكذبش ما يفكرش؟ أيوة. لما احب ابني ان هو ما يسرقش بقطع له ايده عشان ما يفكرش انه يسرق، ولا ببتدي اخلق جواه القيم والمبادئ والخوف من وجود ربنا او حب ربنا سبحانه وتعالى كويس. والالتزام. يعني لو احنا دلوقتي في ناس بتتفرج علينا من الناس اللي بتفكر ان هي تختتن بناتها، خليني دلوقتي معايا الدكتور احمد عارف، هو استشاري الامراض النسائيه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، انا بس اسمحي لي، انا استاذ امراض النساء بطب القصر العيني. اهلا بيك يا استاذ، اهلا بيك يا دكتور. أهلاً. طيب لو سمحت انا عايزه حضرتك تقول لنا دلوقتي ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لاي بنت يتم اختتانها؟ هو اولا بس اسمحي لي بادي زبيت ان انا موضوع الختان ده كلمه وصف غلط، لانه ما هوش ختان، ده هو تدمير او تهتك الاعضاء التناسليه للفتاه، يعني ده مش ختان. طب امال ايه اللي خلانا نتدرج يعني في الاسم ده؟ بالظبط، هو اسمه تشويه الاعضاء التناسليه. نعم تمام، اتفضل. اللغه هي نزع او يعني اقتطاع الجلفه التي هي على العضو الذكري للاولاد. بالظبط، ده كلمة ختان. يعني الحته الجلده الزياده صح. ايوه هي في الفتاه ما بنعملش كده، او يعني مش احنا يعني في ما يحدث في الفتاه انه بيقطع اللي شايفه. تمام. ايه الاضرار بقى، ايه الاضرار النفسيه والجسديه والجسمانيه اللي ممكن تحصل للبنت؟ طبعا الامراض او الاضرار النفسيه انه طبعا في معظم الاحوال بتتم بدون بنج، فتخيلي يعني طفله صغيره تتعرض طبعاً لهذا العمل البشع بدون تخدير، وهذا المكان الحساس جدا نعم. في الجسم يتعرض لهذا القاطع، يعني في الشكل الواحد لو خد ابره بيحصل ايه بقى يا دكتور؟ جزء جاي ممكن يؤدي الى ايه؟ يظل هذا الجرح النفسي في الذاكره الى ان يحدث عمليه الزواج، فتنها فكره فيكون في ذكرى سيئه، فبالتالي يحصل رفض في جرح نفسي في ذاكره هذه الفتاه. ده نفسيا، جسمانيا هل ممكن يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى اشياء كثيره جدا، اولا ممكن ان يؤدي الى ما يعرف باسم البرود الجنسي. كتير جدا من الفتيات للاسف بلاش المختتنات اللي هي حصل لها هذه المشكله بيعاني من مشاكل زوجيه كثيره جدا بينها وبين الزوج. احنا سمعنا انه في بنات تم اتوفوا بسبب القطع او الختان، يعني هنسميه ختان. هنا في شريان يعني قوي جدا بينزف بغزاره في لحظه القطع اذا مات لم يتدارك برابطه يعني، وطبعا اللي بيعمل الكلام اللي كانت دايه او حلاق او نعم. اي حاجه من هذا القبيل ممكن ما ياخدش باله. نعم حاجة صح تانية ممكن ان تؤدي الى حدوث عدم انجاب، لانه طبعا مع هذا التهتك الشديد ممكن الا يتم علاقه زوجيه كامله، وبالتالي يحدث تاخر في الانجاب او العقد. ناهيك عن الالتهابات الشديده، لانه بصراحه اضرارها كتير قوي قوي قوي، يعني لو نعم. قعدنا نتكلم عنها يعني يكفي انها بتؤدي الى الوفاه. انا بشكرك يا دكتور جدا جدا على تليفون حضرتك. عايز اعرف من حضرتك من خلال تواجدكم وسط الاسر اللي ممكن تكون بتفكر في الفعل ده، هل بتشوفي ان الاب دايما هو اللي بيصر على ختان بنته ولا الام؟ هي اللي بتبقى في المواجهه دايما الام، لكن اللي في الخلف هو الاب. يعني دلوقتي القرار، يعني تقصدي ايه انه بيصدر الام يعني ان هي اللي تتكلم، هي صاحبة يعني القرار. بس هو صاحب الفكره يعني هي لو فكرت انها تتراجع هو بيقف قدام، لا هتتعمل. فهي دايما اللي باينه في المواجهه ان الام هي صاحبه القرار. سهل اقناع الام ولا سهل اقناع الاب؟ الاثنين سهل اقناعهم لو انا وصلت لهم المعلومه صح. يعني احنا لما بنتناقش مع الاب او بنتناقش مع الام وبندي معلومه بتوصل لعقله هو بيقتنع. في نقطة بس حابة أوضحها، بس دكتور يمكن ما وضحتش قوي مع دكتور أحمد، حتة البرود الجنسي، هي المختنة ما بتبقاش عندها برود جنسي، بيبقى عندها إحباط نفسي وليس برود جنسي، لأن الرغبة، أنا عشان أتكلم عن البرود الجنسي يبقى أنا بأثر على الرغبة اللي في المخ. أنا بالختان أو بالتشويه الأعضاء التناسلية أنا مش بأثر على الرغبة في المخ، انا باثر على اشباع هذه الرغبه. ف
ففي فرق بين الاثنين اللي بيحصل فيصيبها الاحباط، الاحباط المتكرر نتيجه عدد من الوصول للاشباع هذه الرغبه، فبالتالي بترفض العلاقه. فهو ليس برود جنسي، هو ظلم لسيدتنا لما نقول ان عندها برود جنسي. النقطه الثانيه المهمه قوي، ان مهما كان درجه العلم اللي وصل لها الطبيب اللي بيعمل هذه الجريمه، هو لن يتفادى الاخطاء او المضاعفات اللي ممكن تحصل. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو لسه في دكاتره، بلاش في هنا في المدينه، لكن في القرى لسه في دكاتره ممكن تفعل هذا الفعل او تمارسه؟ مشكلتنا في مصر هي التطبيب. حضرتك الممارسه على ايد الفرق الطبيه، الفريق الطبي في مصر 82%. يعني حضرتك من 10 حالات من اللي بيتعرضوا لهذا التشويه بيتمت اكتر من 8 منهم على ايد اطباء. طب دور النقابه ايه؟ يعني فين النقابه ودورها ايه؟ محدش بيبلغ. انا ما عنديش بلاغ. بلاش بلاغ يا دكتور، يعني هو المفروض ان احنا دايما بنتكلم عن الرقابه، هي النقابه ليها مكان، لكن المفروض انها بتنزل كمان، يبقى في حاجه اسمها كشف دوري وفي حاجه اسمها رقابه. ما بتعملش اي حاجه للاسف النقابه، حتى لما اتكلمنا معاها قالت يعني ده سياده الرئيس بينزل كل يوم في كل حته وبيعمل كل حاجه، ياريت كل الناس تشتغل زي سياده الرئيس ما بيشتغل حقيقي والله، لو احنا عايزين نصلح فعلا. المشكله عندنا في النقابه لما اتكلمنا معاهم في الجزئيه ديت، كل اللي قالوه ان انا ما اقدرش اتصرف مع الطبيب الا لو جالي حكم. ايوه لازم يجيلك بلاغ، حكم قضاء، حكم قضائي وليس بلاغ. اللي بيتصرف مع الطبيب بقى قبل البلاغ واللي بيروح له البلاغ هو العلاج الحر، اداره العلاج الحر في وزاره الصحه. ولما اتكلمنا معاهم عشان خاطر الجريمه ديت، قالوا لنا يا جماعه ما انا لازم حد يقول لي ان الطبيب ده بيعمل كذا، لان عدد المراقبين اللي موجودين في هذه الاداره عددهم قليل، مش هيقدر يمشي مر على كل عياده. طب تفتكري ايه الحل من وجهه نظرك؟ يعني الحل المجتمع، هل المفروض ان يكون في عقوبه اضافيه على القانون اللي تم اصداره سنه 2016 عشان تكون فعليا رادعه؟ بس انت حضرتك بتقولي في الاخر لا، احنا محتاجين اصلاح بعض الحاجات في القانون بس مش اكتر من كده. طيب. الحاجه الثانيه بقى تفعيل دور المجتمع. انا لازم المجتمع هو اللي يبقى عنده وعي كافي ان هذه جريمه ضد حقوق الانسان. طب هذه الجريمه، بتتكلمي هنا عن الثقافه المجتمعيه، هل الثقافه المجتمعيه دي قابله للتغير؟ يعني انا اعرف انه في تصريح على لسان وزاره السكان، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للسكان بتقول انه تم تراجع نسب الختام من 74 ل 61، هي نسبة مش كبيرة طبعاً يعني، بس بدأت. فجهود المجتمع المدني وجهود المراكز والأماكن المتخصصة زي حضراتكم ممكن تعمل إيه الفترة اللي جاية عشان تقلل من النسب؟ إحنا ابتدينا فعلاً خطوات مع المجلس القومي للسكان. النسب اللي نزلت في خلال السنين اللي فاتت دي نسب كلنا غير راضيين عنها، فبالتالي ابتدينا ناخد توجه مختلف تماماً، إن إحنا هنبتدي نشتغل على مش إنها ثقافة مجتمعية خالص، على انها جريمه يبقى لازم تقف. وبالتالي خدنا قرار ان استراتيجيه مناهضه الختان في خلال الفتره الجايه هتشتغل على القضاء على هذه الممارسه تماما قبل 2025، وهي اكثر طبعا في المحافظات او في القرى، هي موجوده في كل حته عشان حتى في المدينه في كل مكان، بس هي بتختلف النسب، لكن هي موجوده. لان حضرتك عندك في القاهره مثلا في مناطق عشوائيه، المناطق العشوائيه ديت معظم المقيمين فيها جايين من المحافظات، فبالتالي هم منتقلين بالثقافه بتاعتهم فبيعملوا هذه الممارسه، وعندك اطباء وعندك ممرضات بيعملوها. يعني حضرتك العادات والتقاليد الخاطئه والثقافات الخاطئه دي لسه بتنتقل للاجيال الجديده وبيمارسوها مع اولادهم؟ طبعا. حضرتك عندك في المسح السكاني، مسح النشأ والشباب بتاع 2014، النسبة اللي حضرتك قلتيها دي بتاعت المسح السكاني الصحي 2014، كان في مسح تاني اتعمل اسمه مسح النشأ والشباب، ده عمله المجلس الدولي للسكان في 2014، كان بيقرأ توجه الشباب نحو هذه الممارسة خلال المرحلة الجاية. كانت نتيجته ايه بقى؟ كانت نتيجته مرعبة. لا، ان 70% من البنات مع هذه الممارسة و68% من الشباب مع هذه الممارسة، فبالتالي احنا رغم ان في تراجع في النسب، لكن حضرتك مستقبلا في زيادة في النسب، فبالتالي لازم نشتغل بشكل مختلف تماما. كنت متوقعة انه مع الاجيال الجديدة والتفتح والتعليم، لانه كل الشباب دلوقتي متعلمين، ما فيش حد مش متعلم، ان النسب دي هتقل ذاتيا، متعلمين وليس مثقفين، من المجتمعات المدنية او المبادرات او الحملات او المراكز اللي زي حضراتكم. في فرق ما بين التعليم والثقافة،
احنا متعلمين معانا طيب. شهادات طيب. بس ما عندناش ثقافه، دي مشكله خطيره. احنا معانا دلوقتي استطلاع على صفحتنا على الفيسبوك بيقول الاستطلاع هل توافق على تجريم ختان الاناث؟ 97% قالوا نعم و 3% قالوا لا، لسه في 3% برضو مصرين. يعني ده دي نتيجه حلوه جدا، ده انا كده متفائله. 3% دول هيفضلوا يورثوا برضو الثقافات دي للاجيال الجديده. طيب هل كلميني عن التحركات والمبادرات اللي بتوصل للقرى والمناطق النائيه والمحافظات، مش بس هنا في الاماكن الشعبيه جوه المدينه ولكن كمان بتوصل لهم، يعني في مبادرات وحركات بتوصل لهم ولا لا؟ هو حاليا احنا بنشتغل على مبادره جديده خالص، وده هيبقى التوجه بقى اللي هيشتغل فيه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع كافه الجهات. احنا مش عايزين نشتغل في جزر منعزله كل واحد مننا بيشتغل لوحده، يا ريت. حطينا خطه وابتدينا فيها، انا موجوده الحمد لله عضو في اللجنه بتاعه المجلس القومي للسكان اللي بيعد للخطه ديت، وابتدينا فيها، قابلنا كل الممثلين من كافه الجهات سواء من وزاره الداخليه، وزاره الصحه، المجلس القومي للطفوله والامومه، المجلس القومي للمراه، كل الجهات، حتى وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه، كلهم مشاركين معانا في وضع خطه موحده للنزول للمجتمع برسائل موحده للقضاء على هذه الممارسه قبل 2025. والمبادره يعني الحمد لله احنا شغالين بخطوات سريعه جدا فعلا عليها، وهتعلن قريبا جدا، وهتكون خطه موحده لكافه الجهات، واعتقد ان نتائجها هتكون سريعه ومؤثره. يعني هيكون ايه الاضافه اللي هتضيفها على القانون، قانون 2016؟ اولا تفعيل القانون ده مهم جدا، دور الرقابي لوزاره الصحه وتواجده. لما نصلح المنظومه المجتمعيه الاول هنا القانون يقدر يلعب دوره بالظبط. ما انا عشان افعل القانون انا محتاجه الاول افعل الدور الرقابي بتاع وزاره الصحه، راقبيلي الاطباء. وده هيعمل ازاي؟ طب هو ينفع يا دكتور يكون في حملات طرق ابواب لتوعيه الاسر البسيطه اللي ما عندهاش لسه يعني وعي لاهميه وخطوره؟ بالظبط، ده هيبقى من ضمن الخطط. يعني احنا شغالين على كذا حاجه، هنشتغل على التوعيه، هنشتغل على التنميه، هنشتغل على دور التفعيل بقى القانون، هنشتغل على دور وزاره الصحه، دور النقابه اللي هو مفقود حاليا تماما هنشتغل عليه، وخاصة ان في بعض الاطباء اللي هم اساسا اعضاء في النقابة وبيمثلوا النقابة في بعض المحافظات هم نفسهم بيدعوا للختان. وليه المجلس القومي للسكان ما يعملش اعلانات توعية توعوية في التلفزيون؟ انا بتجيب نتيجة رهيبة. ده احنا لما عملنا اعلانات توعوية للبلهارسيا اختفت خالص، ما بقاش فيه حد عنده بلهارسيا. فليه ما يبقاش فيه؟ هو كان بيبقى فيه فترة، بس ليه المجلس القومي للسكان ما يبدأش يعمل مثلا يشتغل على الناحية دي ويشتغل على النزول للشارع؟ الاعلانات موجودة وكل حاجة، بس هي المشكلة في عرض هذه الاعلانات مكلف جدا. فبالتالي احنا بنشتغل دلوقتي على ان احنا ازاي ناخد دقائق مجانيه من ضمن المسؤوليه المجتمعيه للقنوات. هتتوفر بالظبط، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي من ضمن الخطه. يعني احنا شغالين زي ما بقول لحضرتك على كذا حاجه، من ضمنها ازاي انزل برسائل اعلاميه في القنوات بس تكون غير مدفوعه الاجر. الاجر عشان أكيد احنا عشان فعلا تفضل كمان طول الوقت موجوده قدامنا على الشاشات. ما اشتغلش اسبوع اكيد ولا شهر وخلاص، لا انا عايزه الرساله تبقى مستمره. فبالتالي دي بنشتغل عليها حاليا مع معظم القنوات، او نشتغل مع المسؤوليه المجتمعيه للقنوات، يا جماعه تبنوا معانا الرسائل ديت عشان نقدر نغير فعلا من التوجه بتاع المجتمع بطريقه صح. ان انا دلوقتي دي جريمه وليست لا ثقافة اجتماعية ولا لا، خلاص دي جريمة، دي جريمة ويجب التعامل معها. دي جريمة كبيرة كمان، مش جريمة عادية، لأن هي بتؤذي وبتحبط طفلة وطفلة صغيرة، طفلة مش قادرة تدافع عن نفسها، ذاكرة شغالة طول الوقت أنه أنا تعرضت لانتهاك، انتهاك جسدي، اغتصاب، اغتصاب مبارك ده من الأهل. أول اغتصاب يعني طبعا، وبموافقة الأهل وفي حضورهم، شيء قاسي جدا، شيء قاسي جدا، خصوصا لما بتكبر وبتعرف أهمية هذه الأعضاء، أهمية جسمها وأهمية أعضائها التناسلية، إن هي مهمة قد إيه في حياتها. عارفة كمان حضرتك لما أنا بتخيل البنت وهي في الموقف ده، يعني إزاي هي بنت من ساعة ما بتتولد إحنا بنقول لها لازم تحافظي على نفسك، صح. جسمك حساس جدا، محدش يشوفه، وبعدين فجأة
انا كأم او كأب اخد بنتي اعرضها انها جسمها يبقى مكشوف قصاد ناس غرب عنها وبيقطعوا جزء شيء منه. شيء فظيع، شيء قاسي جدا مش قادره اتخيله. كان معانا في عسل في كلام البنات، كان معانا في كلام البنات شباب صغير عامل فيلم وثائقي كده صغير جدا لمده اعتقد 3 أو 4 دقائق لحدوته صغيره لبنت بيتم اختتانها والاب قاعد بره وبيدخلوا هم علشان قوم بتموت. كان فيلم مؤثر بشكل طبعاً غير طبيعي، وفي كلام البنات جالنا عليه كمية تعليقات وكمية ناس بتجرم الموضوع ده، لأنه حقيقي كان يعني كان قاسي، حقيقي كان قاسي وحقيقي أثر فينا وأثر فيا وأثر في كل الناس اللي كانت موجودة في الاستوديو لما ذاعنا الحاجات دي. نفسي الكونتنت ده أو المحتوى ده يتذاع في كل مكان. يا ريت، وإحنا كنا بننزل بيه في المحافظات، يعني الحاجات دي كلها إحنا كنا بننزل بمسرح من الشباب بيلف المحافظات. هو ده، هو في المدارس. دي اسرع طريقه واقصر طريقه للناس بالظبط، واشتغلنا فيها في معظم. احنا دايما بننزل بحاجه اسمها حمله كامله، وهي اسمها بناتنا كاملين عايزينهم ليه ناقصين. أيوة. الحمله دي انا بلف بيها المحافظات مرتين في السنه، مره في اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الاعضاء التناسليه، وده بيكون في 6 فبراير، ومره تانية في 14/6 وهو اليوم القومي لعدم التسامح مع التشويه. بننزل في المحافظات بكم من الشباب اللي بينزل برسائل بشكل مختلف تماما. نعم. عشان نقدم نوجه المجتمع ان دي جريمه في حق بناتنا. والله يا دكتور رندا انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده، وياريت ياريت ان شاء الله اشوف قريب النسبه 61%. 61% ده كتير جدا، اكتر من النص. نسبه 61% دي تنزل للصفر، ما يبقاش موجود خالص. طبعا على ايديكم وعلى ايدين المجتمع المدني وعلى ايدين المبادرات والحملات، وايضا طبعا الاعلام. بشكركم جدا جدا خالص. مشاهدينا لسه كلامنا ما خلصش، فاصل وهنرجع مره ثانيه نتكلم عن المستقبل والمشاريع البنات الصغيرة اللي بتعرف تعمل مشاريع بتكبر وبتنجح معاها. خليكم معانا بعد الفاصل.